العميمي على فوز بروق بالناموس والانتصار. الشوط القادم مشاهدينا الكرام بصوت الزميل سالم بن علي الحبسي. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، متابعي قناه الريان الفضائيه وقناه الكاس وقناه ياس الرياضيه وقناه دبي ريسنج وجميع القنوات الناقله لهذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ننطلق مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز المسائي الجميل من خلال هذه الأسماء مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول حيث أجد الصدارة، والمركز الأول مع فخر لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم المدهش ليقدم لنا فخر في المركز الأول، بينما المركز الثاني هذا مشعل لنواب بن نوح بن احمد البلوشي وصل وخذ المركز الثاني، شعار الانيق ياتي في المركز الثالث ليتقدم من خلال هذا الاسم ومن خلال هذه المنافسه القويه مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام. خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، هذا هو صفوان لناصر بن عبد الله بن احمد المسند ياتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع الدخول على رابع المراكز حيث اجد هناك اسمر لعبد الله بن حمد بن وقاش بن محمد العامري خذ المركز الرابع. المركز الخامس مبشر لسعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي يتقدم ويقدم لنا مبشر في المركز الخامس يتقدم من خلال هذا الاسم مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، وياتي مع هذه الانطلاقه القوية والتحديات المثيرة في هذا المساء يقدم لنا مبشر ويتقدم من خلال هذه الأمسية الرائعة ومن خلال هذه المنافسة الجميلة يذكرنا برماس وشعاره الذي صال وجال مع هذا الاسم يتقدم ويقدم لنا مبشر. هذه الخمس المراكز الأولى المتقدمة الباحثة عن الفوز الباحثة عن الانتصار الباحث عن مادة الزعفران التراثية في هذا المهرجان الغالي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، فخر فخر على المركز الأول، فخر على الصدارة الأولى. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم، المدهوشي يقود فخر في هذا المساء، هذا المساء المليء بالفخر والفوز والانتصار. يا كم هو فخر اللي يفوز في هذا المهرجان، مهرجان سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تميم المجد. بالفعل من يقدم هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا في ميدان التحدي، هنا في ميدان الشحانية. أنتقل بحضراتكم مباشرة إلى المركز الثاني حيث أجد ناصر بن عبد الله المسند يقدم لنا صفوان. صفوان يأتي في المركز الثاني، صفوان في ثاني المراكز يتقدم الأنيق، يتقدم بشعاره الذي سجل العديد من الإنجازات والعديد من الأسماء القوية والعملاقة يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث مبشر وصل هناك سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي يتقدم على المركز الثالث، وصل الأحبابي ولكن بن حماد، بن حماد وصل بن حماد ليتقدم محمد بن علي بن محمد بن حماد مع الحذر، يصل مع الحذر، يتقدم مع الحذر هادب بن حمد بن عصان المنصوري يتواصل في هذه الانطلاقة القوية وفي هذا التحدي المسائي الجميل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. في هذا الانطلاق من قدم لنا السلع في الشوط الرئيسي للزمول، هدير الزمول، بنوك الانتاج مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة الأولى حيث فخر في المركز الأول سالم بن عامر
عامر بن راشد المدهوشي، يتقدم المدهش، يتقدم مدهش المضمرين، من يقدم لنا فخر في المركز الاول ايضا قادم من السلطنة ليقدم لنا هذا الاسم. بينما المركز الثاني صفوان، يتقدم ناصر بن عبد الله المسند، ياتي الانيق ويقدم لنا هذه الانطلاقة من خلال هذه المنافسة القوية. شوفوا الاسم الجديد، شوفوا الاسم اللي تدخل، اللي بدأ ايضا في منافسة قوية، في تحدي قوي، بدأ يغير الى المركز الثاني. هذا هو قالط، وصل مسلم بسالة بن حمد بن رميلة العامري. مرحبا يا بن رميلة، ومرحبا بابناء مصانع الجنوب بدولة الامارات العربية المتحدة. يصل شعار بن رميلة ويقدم لنا قالط، بدأ يقلط الى المراكز الاولية، بدأ يسير الى الامام الى المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث صفوان لناصر بن عبد الله المسند، والمركز الرابع هذا الحذر محمد بن علي بن حماد الشامسي. وصل مبشر، وصل مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي، الاحبابي وصل، الاحبابي وصل، والشيدي في عملية التضمير ايضا يتقدم. الشيدي احد شبابنا المبدعين دائما وابدا. يا الشيدي بشرني عن ريماس واخباره. ايضا من يقدم لنا مبشر في هذا المساء، ياخذ المركز الرابع. المركز الخامس صفوان لناصر بن عبد الله المسند، اسماء قويه وتحديات مثيره ايضا قادمة للمنافسة القوية والتحديات هذا المساء. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى فخر سالم بن عامر المدهوشي، من يقدم لنا ايضا فخر بالمركز الاول والصدارة الاولى. يتقدم مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز القوي هنا من خلال هذا الاداء المتميز. ايضا فخر بالمركز الاول مسلم بن سالم بن حمد بن رميل العامري، يقدم لنا قالط، يقدم لنا قالط. وصالح بن رميل احد شبابنا المبدعين صاحب النظرات الاصيله، دائما يقدم الاصيل وياتي في هذا المساء الجميل هناك على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصل للنصر محمد بن بطي بن محمد بن انبار المنصوري. اول نداء للنصر، بدأ ايضا يبحث عن النصر الكبير. الله 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 الله، يا النصر بدأ يتجاوز، يدخل في المثلث الذهبي، يبحث عن الذهب، يبحث عن الزعفران، يبحث عن الفوز والانتصار والسلامات. المركز الرابع وصل شعار بن حماد، محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع الحذر، وهادب بن حمد بن المنصوري. مبشر في المركز الخامس، يتقدم سعيد بن فلاح بن يابر الاحبابي ليقدم لنا هذا الاسم، وهلال بن عبد الله بن يمع الشيدي يتابع في متابعه قويه هناك مع المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ولكن عودة الى النصر، عودة الى النصر، النصر في المركز الاول، النصر في الصدارة الاولى. الله، غير الصدارة النصر وراح محمد بن بطي بن محمد بن مبارك المنصوري. سلامي عليك يا المنصوري، من يقدم ماركة النصر، من يقدم ماركة النصر على المركز الاول. المركز الثاني الحذر، وصل الحذر، وصل الحذر محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، هادب بن حمد بن عصان يتقدم، يتقدم هناك. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، فخر لسالم بن عامر المدهوشي، ياتي في المركز الثالث بن رميلة مع قالط، مسلم بن سالم بن حمد بن رميلة العامري، وصل خذ المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم في خامس المراكز، وصل مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي، الاحبابي يصل. وين الموقع، وين الموقع؟ بدأنا في المنعطف الاخير والاتجاه مع الكيلو ونص الكيلو وبقيادة النصر. مشاهدينا
الأعزاء متابعين الكرام، وصل الحذر. محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم من الزاوية الأخرى، أيضا راعي السلع عاد بالرميلة يسلم مع مبشر، وصل قالت مسلم بن سالم بن حماد برميلة العامري يتقدم الكيلو متر الأخير. وصل مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي وبن دري وبن دري وبن دري مع النيير وصل ايضا يتقدم سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وصل الشبل ما يبنى لطاري غير في الكيلومتر الاخير يقدم هذا الاسم يتقدم، ولكن مبشر روح يا شيدي هلال بن عبد الله بن يمع شيدي يقدم مبشر. يا سلام على هذا التحدي الجميل الرائع، وايضا يتقدم من خلال هذا الاداء ومن خلال هذا التحدي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، روح يا شيدي روح ايضا من يضمر مبشر في هذا المساء الجميل. راعي التماس، ولكن شوف الوصول، الله، عبد العزيز بن سيف بن علي بكليب يقدم لنا متعب 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 ممثل المدام. وصل ابو سعود يتقدم مع متعب. عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الميتين متر الاخيره غير الامور. سلام الى المدام، سلام وسلام الى سيف بن علي بن كليب، الى اهالي الهباب، مشكور باسم الجمهور عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب على هذا الاداء المتميز والجميل. هنا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام، من خلال وصول ايضا بن كليب بالمركز الاول، بينما المركز الثاني صفوان ناصر بن عبد الله المسند، والمركز الثالث مبشر سعيد بن فلاح الاحبابي، المركز الرابع وصل هناك قالط لمسلم بن سالم بن حمد بن رميل العامري، المركز الخامس سالم بن حمد بن دري الفلاحي. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام، هنا ايضا نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الاعادة. اذا متعب عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي، تهانينا لسيف بن علي بن كليب الاكتبي على هذا الفوز، حيث قطع مسافة السباق مشاهدين الاعزاء في 12 دقيقة 40 ثانية 31 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، 12:41 و61 جزءا من الثانية هو صفوان لايضا ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، بينما 12:43 و93 جزء من الثانية مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع.